كنا زينب عم نتابع بعض معلومات جرافيك عن داء الثعلبة، نتعرف أكثر دكتور عن هيدا الداء، خلينا نعرفه شوي للمشاهدين وأسبابه. مثل ما تفضلت، داء الثعلبة هو منطقة من الشعر تفقد بتزول، غالبا هي الشكل الأشياء واللي موجودة كثير هي بقعة مثل النقود موجودة على أي منطقة بينما فيها الشعر. الأشياء هي على الفروة، بنشوف بقع فارغة من الشعر تماما، أحيانا بيكون على الحواجب، أحيانا على الرموش، الشوارب، اللحية، أي منطقة من الجسم معرضة للثعلبة. في أشكال أكثر من هيك، ممكن تزول كل فروة الرأس وبسموها الشاملة، وممكن يكون كل الجسم مصاب وبينصاب معه الأظافر وبسموها المعممة، وهي الأسوأ والأندر طبعا. أسبابه بالبداية لحنا نقول شو هو. هو مرض مناعي ذاتي، يعني لا في عدوى، وهو مرض شائع من الأمراض الجلدية الشائعة اللي بنشوفها كثير. هو شو يعني مرض مناعي ذاتي؟ المناعة بجسمنا مصممة لحتى تهاجم الغريب، يصير خلل معين مو معروف، مثل كل أمراض المناعة الذاتية واللي هي منتشرة بكل اختصاصات الطب، عم يصير الخلايا الكريات البيضاء اللي مصممة تهاجم الغريب عم تهاجم جزء اللي هو جراب الشعرة. بدنا نتخيل جراب الشعرة هو معمل إنتاج الشعر. لحسن الحظ انه هالهجوم هذا ما بيخرب الجراب الشعري، بيوقفه عن العمل، وهذا هو الامل باعطانا طريقه الشفاء وعوده الشعر للنمو، لانه هذا التخريب مو دائم. فعطول بنقول نحن لاي مريض عنده ثعلبه امل الشفاء موجود. ليش؟ لانه ما تخرب الجراب الشعري بشكل دائم. دكتور، يعني خلينا نحكي، دائما بيقولوا العامل النفسي اساس كل المرض. اليوم العامل النفسي بالثعلبة هل يؤثر؟ وخلينا نحكي شوي، هل علاقة الهرمونات او تغيرها كمان له علاقة بالثعلبة؟ بدنا نقول انه الثعلبة هي بتصيب كل الاعمار وكل ورجال ونساء، ورجال ونساء بالتساوي. لحسن الحظ بالتساوي. بالتساوي. أيوة. انا بحكي عن رجال تساوي شيء واحد طلع داء الثعلبة. قبل سن ال 30 هي معظم الحالات بتبدا، وممكن يبدا باي عمر. السبب النفسي هو كثير كل الناس بتحكي فيه وكثير من الاطباء، لكن الحقيقه العلميه المثبته ما في شيء هيك، يعني مثبت 100% وما في، والدراسات خفيفه الربط بيناتهم لحد هلا، بس نحن من الممارسه من كذا كثير بيربطوها. لا بالعكس، وجود الثعلبه ممكن يعمل اثر نفسي سلبي على الاشخاص، يعني شخص فاقد الشعر او بيأثر على شكله، يعني هو مثلا بيقول لك الشكل، بس نحن بنشجع انه يتاقلم مع هالموضوع وما ياثر على نفسيته. هو لانه المنطقه هي جدا واضحه، يعني خصوصا عند النساء والرجال، هي نوع من جماليه الشخص وشكله، فنوعا ما نفسيته بتتاثر. هلا في للشعر في وظيفه وفي جمال، موضوع الجمالي والنفسيه ما بنركز عليه انه هو نهايه العالم. لا مش نهايه، نحن عم نقول لك هي بتاثر نوعا ما، يعني تماماً. احنا ما عم نحكي كلام تنظير تماماً. اغلب الناس اللي تواصلت معنا وحكينا معهم وعن داء الثعلبه، في انا قعد فترات طويله بتقول لك انه مثلا انا بخجل كنت اطلع او يبين، او نوعا ما هيك اثر على نفسيه النساء بشكل كبير. بنعطيهم امل انه هذا المرض في نسبة كبيرة هو محدد لذاته ويمكن يشفى تلقائيا، وإذا خاصة إذا كانت بقع محدودة بأي منطقة بالجسم بالفروة غالبا. وإذا حتى الأنواع الشديدة نحن بنتدرج بالعلاجات من الأخف للأشد لحتى نعطي النتائج الأفضل طبعا. بيصير هو بشكل مفاجئ، يعني غالبا بيجي المريض أو المريضة عم تقول إنه في تساقط شعر شديد، احيانا بيلاحظ الحلاق، احيانا بيلاحظ حدا من افراد العائله. ما بعرف اذا بتحبوا خلينا نحكي على الاعراض كثير، كيف بتظهر كثير شغله دكتور. بس عفوا بالاسباب، يعني السبب المثبت الوحيد هو الوراثي. وراثه، يعني واحد من خمس اشخاص مصابين بالثعلبه في حدا بالعائله او باقاربه انصاب بالثعلبه. وفي ربط بينه وبين الامراض المناعيه الثانيه، الامراض المناعه الذاتيه، يعني مثلا سكر شبابي، داء السكر الشبابي، البهق، امراض الرثيانيه، كثير من الامراض المناعه الذاتيه، الغده الدرقيه. فهون المفروض نحن معظم في حالات كثيره بيكون عند الشخص نفسه مرض مناعي ذاتي ثاني او عند اقاربه في المرض هذا. طب دكتور، شو هي الاعراض اللي بتظهر بدايه؟ خلينا نحكي فيها. هي منطقه، كيف الواحد بيعرف انه معه ثعلبه او لازم منطقه من الجلد بيكون الشعر فيها رايح،
ما في تغيرات بالجلد، لا عندنا حمار، لا عندنا وسوف، لا عندنا شيء. حواف الآفة إذا كانت فعالة، إذا شدينا الشعر ببساطة بتلاقي تساقط شديد، يعني بفوق الحالة الطبيعية اللي بيتساقط فيها الشعر، ما بتخبي حالها أبدا. نحن كأطباء جلدية لحتى نشخص عدد العين إذا في حالات شكينا فيها، في شيء اسمه المنظار الجلدي، بنطلع نحن تحت المجهر في علامات بالشعرة بسموها علامة تعجب، بتكون تخينة من فوق ونحيفة من تحت، بتدل على فعالية المرض وتقدمه. وفي علامات تانية نحن هلأ مو بصدد، وفي الحالات المشكوك فيها بشكل كبير ممكن نلجأ للخزعة، بس هي حالات نادرة، وغالبا التشخيص يعني سريريا من رؤيتها تقدر تحدد انه هي تعلبة، وبتفرقها عن الأمراض المشابهة القريبة منها بالجسم. دكتور قلت ببداية حديثك انه في انواع للتعلبة، ممكن تكون خفيفة، ممكن تكون شديدة، في طرق للعلاج. خلينا من البداية احكي عن انواع التعلبة، شو بتختلف؟ يعني سابقا كنا نشوف مثلا اغلب الاصابات هي بتكون دائرة صغيرة على الرأس، ونوعا ما بيكون العلاج مختلف. في هلا مثل ما ذكرت انواع مختلفة للثعلبة. اذا بنقول نحن ممكن تكون اندفاع وحيد مثل العملة المعدنية موجود بأي منطقة مشعرة بالجسم، وغالبا الفروة، وممكن تكون بالذقن، ممكن تكون بأي مكان، ممكن يكون عددها أكبر شوي ومتعددة. هي أحيانا كامل فروة الرأس والحواجب والرموش بيزولوا، بيسموها هي الشاملة، وأحيانا كامل الجسم بمنطقة العانة تحت الأبطين كامل الشعر بيكون، وهي بيسموها المعممة. وكل ما كانت أشد كانت العلاجات أصعب، ونتدرج نحن بالعلاج حسب الحالة اللي بتجينا لعنا. الحالات البسيطة فيها شفاء عفوي، وهذا بيحدد مرات الدراسات، يعني أنت هل دواء، يعني هل المريض هذا شفي من الدواء ولا شفي لحاله، فهي مرات بتحدد أنه الدراسات ما بتكون موثقة 100%. نعم دكتور، يعني كنا عم نحكي تحت الهواء أنه أحيانا كانوا نسمع الثعلبة نشوفها بالمسلسلات الشامية، أنه يحطوا توم مثلا يفركوها بتوم أو كذا. الطب البديل اليوم هل هو فعال بعلاج الثعلبة؟ مثل ما حكينا كل العلاجات البديلة ما لها تقييم حقيقي، والدراسات ما أثبتت فعاليتها. هلأ المبدأ اللي عم يصير فيه أنه التوم في نحن علاج نعمل نحن بالمكان اللي عم يصير فيه الثعلبة التهاب، نحن صنعي بنساويه لحتى نأثر بالمناعة ونخلي الشعر يطلع. إذا كان بطرق مدروسة ومواد معروفة وبنعرف قديش نحن بنحطها مقبولة، أما أن نستخدم نحن مواد بالبيت ممكن تكون تخريشة قوي جدا ويؤدي لتخريب الأجربة الشعرية اللي قلنا نحن لحسن الحظ أنه الأجربة الشعرية ما بتتأثر، هي مؤقت، يعني أنت معمل عم توقفه عن العمل ما عم تخربه، بينما ممكن بالعلاجات الشعبية اللي تفضلتي فيها وشفنا كوارث كتير منها أنه بالغوا بالحف بالتوم فصارت ندبة وصار محلها ما في أمل بالشفاء، يعني أنت حولت المرض قابل للشفاء لمرض غير قابل للشفاء. يمكن كمان في ثقافة قديمة معروفة دائما أعضاء الثعلبة أنه معدي، هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ أكيد هو مرض مناعي ذاتي ما في أي عدوى. تمام. وهذا بدنا هي النقطة بنشدد عليها لأنه دائما لا عدوى ذاتية، يعني إذا طلع حدا عنده إصابة بالثعلبة ببقعة وانتقل لبقعة ثانية مو هو عدت أو مشيت هو نفس السبب أدى لظهور إصابة بأماكن مختلفة وما بيعدي أبدا الأشخاص الثانية. ممكن يصير مع أعمار صغيرة، يعني ما في له عمر محدد، وغالبا ببلش بالأطفال والمراهقين يعني. وقبل سن 30 معظم الحالات بتبدأ، بس ممكن يبدأ يعني حتى الواحد يقي نفسه من أمراض الجلد اللي خاصة بالشعر مثل الثعلبة وغيرها، في طرق معينة للوقاية؟ بالنسبة للثعلبة يعني هذا مرض ما فينا نتنبأ فيه، وما في شيء يعني نحن نقول إلا إذا كان واحد من عائلة عنده إصابة بالثعلبة في يفحص حاله قبل أو يتفادى ممكن شيء جيني أو كذا، وهذا بعيد عن الواقع. يعني غالبا ما فينا نتنبأ ولا فينا نعمل شيء وقاية ولا فينا إلا بعد ما تصير القصة ممكن نعالج. والعلاجات ما نحن ما ذكرنا حنا شيء هلا تحبوا نحكي فيها، اكيد لازم نحكي فيها خصوصا مع المراحل المتقدمه. العلاجات بتبدا من شيء موضعي ندهنه، واهم شيء استخدام الكورتيكوستيرويد، وما بدنا نخاف من الكلمه يعني الكورتيزون بالعاميه. نستخدم كريمات قويه او مراهم،
الافيد والافعال هو انه نحقن نحن الكورتيزون ضمن الافه ونتائجه كثير جيده ومبشره. والاحدث هلا حديثا عم بيصير تمديد بكميات كبيره. يعني انت نفس الطريقه بس هلا عدلوا عليها انه التمديد، مرات الواحد بيظهر عليها بشكل بسيط بس هي شيء كثير رائع، بتقدر انت تعطي مساحات اوسع وبدون ما خوف من التاثيرات الجانبيه. الكورتيزون احيانا نستخدمه كمان حبوب. وفي طبعا كريمات موضعيه لسه عشان ما نروح على العام، مثل ما حكينا ادويه بتعمل تخريش وادويه بتاثر مناعيا بتعمل اكزيما موضعه وهي كثير مفيده. في المينوكسيديل المعروف بال مع حالات الشديده نفس العلاج فينا نقول؟ لا لسه يعني نحن بنشوف بنتدرج في علاجات داخلا مثبطات للمناعه. اول شيء ممكن نعطي الكورتيزون داخلا اذا اعطى نتائج ببعض الحالات، وما بنعرف سلفا انه هذا المريض رح يستجيب بهالطريقه او بالطريقه الثانيه. مثبطات المناعه الميتوتريكسات وغيرها من الادويه. في معالجه ضوئيه، نعم في معالجه ضوئيه، واخر شيء هلا طلع في شيء معالجه بيولوجيه. نعم هلا ما بدنا نقول نحن انه في علاج يشفي الثعلبه، في علاج بيرجع الشعر، بيرجع الشعر وبيرجع للشخص طبيعي، وهي احيانا غالبا محدده لنفسها. نعم. وبتعود الشعر لطبيعته. نعم دكتور، يعني نحن بنتشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، واكيد بنتمنى من كل اللي عم يتابعنا اذا عنده اي عرض كمان يراجع طبيب مختص. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. بنتشكرك دكتور ابراهيم ابو زخم، اخصائي في الامراض الجلديه، والله يديم الصحه على الجميع. شكرا كثير لك. شكرا لكم.